بطل المغرب 73 بطل المغرب 73 كانوا دراري كنت بوكسي وكانت الجيش وكانت لايسي وكانت ليدر وكان البوكس وكان العيساوي عمنا رئيس ديال الجامعة ديال الجامعة وكان مبارك وكان مبارك الله يرحمه مسكين الله يرحمه وكان الرحالي الحمد لله وانا ولد درب غلف وانا ولد درب غلف وكان البوكس عمي وكان اللهم لك الحمد الحمد لله كانوا الدراري تبارك الله وكان كان جاد وكان الحمد لله الحمد لله الحمد لله ملي شفناك بخير الحمد لله ملي شفناك بعدا وحينا معك سنة الرحيم وعمري نحمد الله ودي راه ضربتني طوموبيله 140 والله كاين عمي الله يعاونكم الله يخليكم الله يجازيك بخير الله يعطيك هذا هو بطلنا السي ناهب الجلالي اللي زرناه اللي زرناه الله يعطيكم صحتكم الحمد لله الله يشافيه كنطلبوا ان شاء الله بحول الله باش تعاود هذه الزياره للابطال الاخرين ان شاء الله بحول الله والحمد لله اللي كاين هذه اللمه هذه اللي جمعت الاخوان من تقريبا تقريبا زرت الجينيراسيون يعني من 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 80 عام تقريبا السي الحاج اللي عنده 84 عام وكاين اللي عنده 88 87 عام وكاين الشبان اللي جاوا من مورانا والحمد لله زعما هاد اللمه هذه فيها خير وكترجع المعنويات للقدماء الملاكمين انسان اللي مريض ولا شي حاجه اللهم لك الحمد وهاد الزياره هذه نتمنوها تكون دخله ديال الخير وديال الشفاء ان شاء الله بالشفاء العاجل الاخ ناهب الجلالي. هذه واحده من المناسبات اللي الفات جمعيه قدماء نجوم الملاكمه المغربيه انها تديرها في حق الملاكمين القدامى. اليوم الدور على البطل جلالي ناهب اللي لعب في سوبر والتر والوالتر. كاين هنا البوكسور اللي لعبوا معاه يقدروا يهضروا مورايا يعرفوا به اكثر. هو واحد من الابطال اللي عطاو بزاف الملاكمه في درب غلف ودرب غلف كيف ما هو معروف ما ماشي فيه غير كرة القدم وكرة اليد اللي دات 12 لقب ديال كأس العرش و 12 لقب ديال البطولة وماشي غير ليطوال ماشي غير الحياة كاين حتى البوكس كاين البوكسور اللي وصلوا للألعاب الأولمبية منهم صباحيات هشام وسمو محمد منهم قبل منهم الجيل القديم عزيز الطاهر للأسف التاريخ ما كينصفوش وما كيقولش بأنه أول بوكسور مغربي وصل للدور الثاني في الألعاب الأولمبية في 64 درب غلف عطى العفريت عطى ماطلا عطى العلاوي عطى الطونيو عطى اسماء كثيره اللي اسمحوا لي اللي ما ذكرتهمش وكاين الجيل الجديد اللي منه قزيبره منه كما قلت المصباحيات منه طوال اللي شارك تواج مرات في الالعاب الاولمبيه والمسار مستمر ديال العطاء في درب غلف ديال البوكس لحد الان كنشوفوا هاد اللعابه القدام راهم كيشرفوا على ابطال النجوم ديال الغد ان شاء الله غيكون تكون عندهم الاسم ديال بسم الله الرحمن الرحيم الاخوان كنشكر الاخوان كلهم اللي جاوا حضروا وشوفوا الاخ ديالي ناهب الجلالي اللي هو من الملاكمين الدوليين وعطى الكثير في هذه الملاكمه ومنهم الاخوان اللي حاضرين راسهم لعبوا معاه بحال الاخ شخصي الاخ حكي الاخ سميتو فضيل هاد الاخوان كلهم وكنشكر جمعيه قدماء الملاكمه وعلى رأس الرئيس الحجوبي على هذه المبادرة القيمة كنشكروا كاع جميع الإخوان بالنسبة للأخ ناهب الجلالي معروف على التعريف فهو من عطى في جميع الأوزان أول وزن اللي لعب 48 كيلو حتى البوموين حبس في البوموين دار في جوج كومبات لاحم في بريميان سيكوند كاو لعب مع ديال المحمديه ولعب مع ديال الهلال الرباطي راه حاليا راه داخل الجامعه داك التحرى طويل يعني كان من خيره الملاكمين وابتلى الله بهذا المرض هذا الحمد لله على كل حال نحمد الله ونشكره على كل حال هو راه مضحين معاه بداك الشيء اللي قسم الله سبحانه وتعالى ما نتخلوش علو اما بالحياه اما يسبقنا هو ولا نسبقوا حنا واحد فينا راه ما نتخلوش علو كما كان الحال والاخوان اللي دازوا راه عطاو الكثير بالنسبه لدرب غلف دازوا فيه ملاكمين كبار الاخ عزيز طار حميده ماطلا نايف جلالي برودان عبد اللطيف
ولي طوار راه كان فيها كان امجود الشال عبد الكريم غزيل امجود راه فرنسا دابا كيدير كان يدير بروفيسيونيل وداز عاد نبيل قرع ولد باشكو كيزمان هادو الناس اللي سبقوا هاد الاجيال تا هما اللي عطاو في الملاكمه وكان درب غلف كيضرب به المثال والسي محمد عفيريتا ولد درب غلف تا هو بروفيسيونيل عمر طنطو الله يرحمه الصديق الله يرحمه تا هو اليازري الله يرحمه هادو من خيرات المدربين وبان قيرب وجماعه الناس كاع عطاو في هاد الرياضه هادي. السلام عليكم. على كل حال انا الحاج العيساوي عبد الحميد معروف في الوسط ديال الملاكمه ولكن هذا المجال ديالي هو انني انا من رئيس منتدب ديال جمعيه قدماء نجوم الملاكمه سي محمد المحجوبي كاين مسافر ولكن الان انا جيت في عوضه وهذه الزياره اللي الان دايرينها للسي جلالي سجالي معروف بدون ما نبقاو نعطيو اشنو هو اش عمل داك الشيء اللي دار الملاكمه ربي اللي غادي يخلصو ولكن الاخوان اللي حاضرين هنا هادو كلهم بعض الاخوان اللي عاشوا معه وعرفوه واخوان منهم ملاكمين منهم حكام منهم مدربين. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله جميع الاخوه الحاضرين هنا وقدم نفسي ابراهيم خطابي بن عبد الله حكم دولي للملاكمه ورئيس لجنه التحكيم المركزيه سابقا ونائب رئيس جمعيه قدماء نجوم الملاكمه. انه لمن دواعي الفخر والاعتزاز باش نحضر هذا الجمع المحترم وهذا التجمع ولو اننا في ظروف خاصه التي يجتازها البلاد بوجود الكوفيد 19 الا انه اشكر جميع الاخوان الحاضرين هنا اللي جايين عند سي نهيب جلالي نائب جلالي بطل الملاكمه قديم واللي تشرفت بانه حكمت ليه بزاف ديال المقابلات ديالو واتمنى باش هاد المبادره يتوليها يتبعوها مبادرات كامله لجميع الملاكمين المغاربه اللي هما في مستوى ديال سي نهيب جلالي. ودابا جينا مع هاد الناس زعما دايرين تكريميه للجلالي اللي دوز واحد الكثره ديال الملاكمه عنده القابات عنده فهمتي كنسمع عليه انا من باقي صغير. المهم انا درت البوكس مع وقت عطيف نهيب كو وتعاون معايا عطيف باش وليت ملاكم تعاون معايا بابا نكير تعاون معايا باريس قيت تعاون معايا الصديق هادو كاع تعاونوا معايا تعاون معايا الدريمي حسين تعاون معايا في الدول هادو كلهم فضيل هادو كاع دس فوقهم والحمد لله جينا نشوفوا جلالي الحمد لله هاد المبادره هادي خصها تكون ديما اي ملاكم دوز عطاء للبلاد عطاء للانديه عطاك كمدرب عطاك كاربيط عطاء خاصة هاد الملاكمة خاصها تكون عندها واحد القيمة ويكون عندهم زعما ما ينساوش هاد الملاكمين اللي عطاو كثير والمدربين عطاو كثير منهم مدربين ماتوا الله يرحمهم منهم ملاكمين بحال فكري بحال سميتو ابراهيم فكري بحال الرياحي بحال بحال الحسن بحال الرباطي هادو كاع عطاو الملاكمه المغربيه وعطاو الانديه المغربيه يعني خاص هاد الملاكمه ما خصهاش تكون دابا ما بقاش داك الملاكمه اللي كنعرفو كنا اربعه الفروق كاينه في العصبه ملي كيديروا الشامبيونا بحال لاعبين فريق الوطني مع نادي اخر وتحير باش تعزل واحد دخلوا السيليكسيون كيدخلوا جوج في بوا وكانوا الكثره اذا كان ميموش كيكونوا اربعه بسم الله الرحمن الرحيم معكم عز الدين حضري عن تنسيقيه قدماء الملاكمين اليوم حضرنا كما تكلمنا مع الجمهور في الاسبوع اللي فات كنا درنا واحد الزياره للسي محمد الرادي ولقيت السي حسان
وعدنا نفسنا باش غادي نشوفوا اي واحد من الملاكمين القدامى اللي مراد ومساكن تنساو هما الى تنساو حنا ما غننساوهمش. حنا تكلمنا مع رئيس قدماء نجوم الملاكمه اللي حتى هو رحب بالفكره وتعاون معنا، وحنا وعدناه باش نقلبوا على الناس ديال الملاكمه اللي مراد ومعوزين وفقراء ونحيو معهم صله الرحم ونشوفوا تاني ملاكمين ماشي غير في الدار البيضاء، نشوفوا ملاكمين ديال مراكش، نشوفوا ديال الصويره، نشوفوا ديال اكادير، نشوفوا ديال المغرب كامل. علاش؟ لان هاد الناس هادو اللي كاينين دابا في قدماء نجوم هما ناس كلهم دوزوا الملاكمه وكلهم كيشتاقوا لصحابهم. الا جينا نشوفوا دابا غنسولوا السي العهد العيساوي اللي كان رئيس في ذاك الوقت اللي كان كيلعب فيها نايب الجلالي، غيقول لك ما شفتوش من واحد الوقت، ولا السي التخسي، ولا السي الحاج فضيل، ولا السي حاكي، ولا السي محمد تكنيك مازال راه قريب، ولا السي في الدول، ولا السي الخطابي. هاد الناس هادو اللي عاشوا في الوقت ديالو، ولا السي السمالي، تا هما هاد الناس اللي عاشوا معاه في الوقت ديالو ربما تلقاهم بزاف ما شافوش، ولكن من الوقت اللي حنا اعلنا على باش غنزورو كذا غنزورو دوك الناس ديال البوكس القدام، الناس كلها الطوعات كلها باغا تشوف. انا ملي كنعلنو على واحد الزياره ديال واحد الملاكم سابق وقديم ودوز معاهم في الفتره ديالهم، حتى هما تيشتاقوا لهذاك السيد، تيلبيو النداء وتيجيو معنا حتى هما تيتعاونوا معنا. حنا ما عشناش في الوقت ديالو، ولكن حنا كنعرفوا هاد السيد هذا، راه ولد الدرب ديالنا، ولد الدرب غلاب، وكنعرفوا خوتو، وربما خوتو راه تريناو معنا، وحنا ربما تعلمنا من يديهم تاعنا شي حوايج. وحنايا ما عندناش مشكل مع حتى شي واحد، لا من قريب ولا من بعيد. حنا اللي بغى يجي يتعاون معنا في الخير مرحبا به، اما هنا ما انا ما غنزيدوا غير الخير، لان احنا تحنا غير الخير. وكنشكر الابطال الدوليين اللي الان كيعيشوا في خارج الوطن، انه هما اللي دعمونا وهما اللي ساندونا توصلنا باش هاد الفكره تجلات، باش ولات باش نعموها على كل شيء. والحمد لله حنا غادي في الطريق الصحيح، حنا غادي، حنا ما غنتسناو لا هذا قال لا حنا تي كل واش كيقول، كاين اللي كيقول راه هادو كيوجدوا الانتخابات ولا كيوجدوا كذا، حنا راه ما كنوجدوا والو، حنا كنديروا الخير، واللي بغى يدير الخير معنا مرحبا به.